أكيد سياق حياتك أسهل بكتير من سياق حياة مامتك يا جميلة. على الأقل هي لما دخلت فنون مسرحية يمكن كانت تكون الأولى، الطفلة الأولى في العيلة اللي تعمل كده، إنما أنتي طلعتي لقيتي باباك مخرج مشهور، عادل عوض، جدك ممثل مشهور جدا محمد عوض، مامتك ممثلة، يعني الأجواء بالنسبة لك كانت أسلس بكتير، صحيح؟ انا يعني انا دايما في كل البرامج لما بتفرج على ممثلين دايما عندهم القصه فيها حاجه مشتركه في ان هم كان عندهم مشكله مع اهلهم في ان هم يمثلوا. انا الواضح بالنسبه لي مش كده، ومش عارفه ليه ممكن يحصل كده. انا متعوده ان انا بخلص مدرسه ممكن اروح مع عند مامتي التصوير اقعد اعمل واجباتي، فكان عندي الاثنين اني بخلص حاجتي او مش بسطر بس بروح التصوير، ولو في اطفال بلعب معاهم، لو في بالعكس كنت دايما كمان بحسد الاطفال اللي بتمثل ونفسي ابقى زي دول، ودول بالنسبه لي كانوا الرول مودلز. وانا عندي 5 6 مثلا لو اتفرجت على فيروز ببقى دايما بسال بابايا هم هي عندها كام سنه عشان تمثل، فمثلا يقول لي 6، فلو حسيت انه طب انا دلوقتي 6 ما مثلتش ليه؟ يعني ده طبيعي انه ده، انا حاسه ان كل الناس كده، حاسه ان ده الجو الطبيعي. بقى مامتك هي قررت ان هي تمشي بلا رجع، يعني ادت ظهرها لموضوع التمثيل وقفلت الستاره بشكل كامل. حاجه ليه بقى؟ انت هتحكي القصه الحقيقيه؟ ليه هو في قصه حقيقيه وقصه مزوره؟ هو انا عندي قصه حقيقيه؟ لا يعني هتقولي اللي هو حالتك النفسيه كانت ايه عشان كده بطلتي تمثلي؟ قولي لهم. طب ما خلينا نسمع القصه كده وكده وبعد كده انت تفضلي. طب قولي. لا هي حصلت كده معاكي انت، ما كنتيش قصده؟ ما كنتش مقصوده، هي جات لي حاجه نفسيه كده تعبانه، وتعبت فتره كده نفسيا، وبعد كده انا مش عايزه اعيط، مش عايزه انفعل من جوايا، انا عايزه عايزه الانفعالات اللي انا عايزاها، مش عايزه حد انفعالات من بره جايه لي.